غير بقوله بغير. دائما بنسمع هذا المثل بس ما عمرنا عرفنا ليش اجا وكيف اجا وشو قصته. قصة هذا المثل انه كان في رجل كريم جدا ومن كبار المنطقة، وكان يزرع عنده أراضي كبيرة وكان يزرعها بالقمح والشعير وما شابه بقوليات. بيوم من الأيام إجا واحد من الشباب حرق هاي قطعة من الأرض، ممكن قصد بدون قصد مش معروف، فأجوا هبوا أهل القرية كاملة عشان يطفوا النار، ما قدروا، انحرقت الأرض. وحمل حاله هذا الزلمة وراح اشتكى عليه للشاب عشان أساس يحصل حقه. يومها نفس اليوم جمعوا حالهم أهل القرية كبار المنطقة وراحوا لعند هذا الزلم لحتى يستسمحوا منه ويشوفوا شو بده مقابل الحرق ويسمح عن الشاب، لأنه ممكن يكون الشاب ما حرقها بالقصد. راحوا لعنده للبيت، لقوه كثير زعلان على أرضه لأنه كثير بحب الأرض وكثير بحب الزراعة. فحكوا معه وحكوا، كان كثير مش راضي غير أنه يسجن هذا الشاب وأنه يأخذ عقابه مقابل أنه حرق الأرض. فبعد حكي كثير كانوا عارفين انه راح يسامح، وبعد ما حكوا معه حكوا اخر شيء سمع عن الشاب وحكى لهم انه بس ما يرجع يقرب عارضي. فطلع واحد من الكبار وحكى لهم فعلا الخير بقول وبغير، يعني انه هو حكى ورد غير حكيه للاحسن. لما بدنا نربطه بارض الواقع وطبقه على ارض الواقع بنقدر نحكي انه استخدامنا لخطاب المحبه كثير ممكن يسهل حياتنا وسهل علينا التعامل مع الناس اللي متعصبين لرأيهم، وممكن كمان يخلينا نقدر ننشر خطاب المحبة بين الناس، وممكن كمان يخلينا نتحاور بطريقة أكثر إيجابية.